أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا بد من الرحيل، طال الزمان أو قصر، سيأتي ذلك اليوم الذي ستودع فيه الحياة. لكن قل لي بالله، كيف سيكون الحال عند ساعات الرحيل؟ وفجأة ليت شعري كيف يكون الحال في تلك الساعة، يوم تشخص العينان وتبرد الأطراف واليدان، وتلتف الساقان، تريد أن تتكلم فلا تستطيع، تريد أن تقول فلا تستطيع. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق شهيد. لقد كنت في غفلة من هذا
مات في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الموت. نعم أيها الغالي، لا تغفل عن الموت، فلقد أجمع أهل العلم على أن الموت ليس له مكان معين ولا زمن معين ولا سبب معين ولا عمر معين، يأتيكم بغتة وأنتم لا تشعرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ترجعونها إن كنتم صادقين. الموت. الكل سيموت إلا ذو العزة والجبر. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الموت. يقول أحد مغسلي الموتى: جيء بميت، فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة سوداء، وكان قبل ذلك أبيض البشرة، فخرجت من مكان التغسيل وأنا خائف، فوجدت رجلا واقفا فقلت: ما هذا؟ أهذا ميتكم؟ قال: نعم. قلت: أنت أبوه؟ قال: نعم. قلت: فما شأنه؟ قال الأب: إنه لم يكن من المصلين. وماذا بعد الموت؟ لا تظن أن الأمر بالموت قد انتهى، بل هناك بداية ونهاية أخرى. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعدنا ونسأل بعدها عن كل شيء. يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نطرق بابك ونستمطر رحمتك، فلا تردنا خائبين. لا إله إلا أنت سبحانك
لك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم يمن كتابنا اللهم يسر حسابنا اللهم ويسر حسابنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار.